السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. كان عندي استفسار بس يا شيخ، اتفضل. لو أنا واخد قرض من البنك بغرض شراء شقة، يعني بس الشقة طبعا بتدفع في أقساط، فهل القرض ده بيبقى طبعا فيه جزء منه في البنك، أنا سايبه في البنك بدفع أقساط الشقة منه، هل لما بيعدي عليه السنة تلزم ليه الزكاة؟ هو مال أنت متملكه تخرج عليه الزكاة، لأن أقساط الشقة على سنوات، وهذا مال في يدك تزكي منه. ما طبعا لن أناقشك، لأنك تعلم أن القرض من البنك حرام. حتى لو للضرورة، يعني هو الضرورة يعني بنك خلاص، إزاي؟ أصل ضرورة كل البنوك شأنها واحد. البنك الإسلامي أقرضك لوجه الله، ما أقرضك لوجه الله. السلام من عليكم. البنك.